مشاركة فلسطينية فاعلة جاءت في أعمال المنتدى الإحصائي الخامس لتعزيز القدرات الإحصائية في العاصمة الأردنية عمان، وبعنوان الإحصاء والإعلام وصانعو السياسات. وجاء المنتدى تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت، وبرئاسة الإحصاءات الفلسطينية، وبحضور مميز من مسؤولي الأجهزة الإحصائية وكبار صناع القرار والسياسات وممثلي الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية. يهدف المنتدى إلى بحث على مدار يومين إلى بحث سبل تطوير القدرات الإحصائية العربية والإفادة من جهاز إحصائي عربي إلى الجهاز الإحصائي العربي الآخر. يتم التركيز خصوصا في الظرف الحالي الموجود في المنطقة العربية لتعزيز استخدام الرقم الإحصائي من جانب، تعزيز استقلاليته من جانب آخر، وأيضا كيف يمكن أن يتم استخدام الرقم الإحصائي بالشكل الأمثل من قبل وسائل الإعلام. هذه المنتديات تهدف إلى تعزيز القدرات الإحصائية على المستويين المحلي والإقليمي من خلال الحوار والتنسيق والتعاون للوصول إلى تعزيز عملية اتخاذ القرارات المستند إلى المعلومات. المؤتمر هو محور أساسي لدعم العمل الإحصائي في المنطقة، ولمنتدى للتعارف وتبادل الآراء والخبرات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي، وهو فرصة للأجهزة الإحصائية لتبادل الآراء بمستجدات العمل الإحصائي، والعمل الإحصائي هو عمل ديناميكي متحرك. إشادة كبيرة جاءت من القائمين على المنتدى والحضور بما وصلت إليه المؤسسة الإحصائية الفلسطينية بالرغم من حداثتها، إلا أنها تجاوزت المعوقات ونالت كل الإعجاب والتقدير لعملها الدؤوب والمدروس. وإن كان جهاز الإحصاء الفلسطيني هو أحدث وليد في الأجهزة الإحصائية، لكنه على رأس النهاردة بجهود القائمين على هذا الجهاز وبدعم وتعاون من كل الأجهزة العربية والمنظمات الإقليمية. هذا الجهاز النهاردة يعتبر من أفضل الأجهزة الإحصائية العربية. جهود كبيرة كي يساهم هذا المنتدى في تعزيز علاقة الإحصاء مع وسائل الإعلام ومع صانعي السياسات ومتخذي القرار، وهذا ينطبق على كل دولنا العربية. الحضور الفلسطيني في منتدى الإحصاء الخامس ما هو إلا تصميم فلسطيني للمضي قدما من الاستفادة من تجارب وخبرات المحيط العربي، بالإضافة لوضع التجربة الفلسطينية على الطاولة للعودة بنتائج طيبة تعود بالفائدة والنفع في خضم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. سناء مفلح، تلفزيون فلسطين، عمان.